How the present المفروض ان احنا يعني في طريقنا لمقابلة الدهاك. طبعا هذا العبث اللي بيحصل دلوقتي هو عبارة عن كاميرا بس، كل دي كاميرا في اللعبة دي على فكرة أسوأ من اللعبة اللي فاتت بشكل ملحوظ. يعني ما فيش كارثية في الكاميرا أكتر من كده. طبعا يعني ألعاب برنس أوف بيرجيا بتكمل موضوع الكاميرا ده لحد فورجوتن ساندز. يعني حتى فورجوتن ساندز أنا فاكر فيها نطة أو نطتين كده لحد دلوقتي أنا فاكرهم، مع إن اللعبة كانت في 2011 واحنا دلوقتي في 2021، 10 سنين. أنا فاكر النطتين دول أو النوع ده من النطات، يعني لأنه كان بيبقى صعب جدا. وفي نفس الوقت أنت لازم تحفظ الكاميرا بتغير إمتى، الكاميرا بتغير وأنت في الهواء، لازم تحفظ الكاميرا بتغير إمتى. قصيدة الأطلال بتاعة الكوزين مين يا عم؟ ده تقريبا كده الأستاذ غسان مطر بتاع اللعبة. حاليا بقى انت لسه معكش السيف اللي بيفتح الابواب او بيفرقع الحيطان، فهذه السلعوات المتفجرة هي وسيلتك لفتح الابواب. والباب ده انت لو معرفتش تفتحه بواحدة من السلعوات المتفجرة هتفضل تطلع لك سلعوات متفجرة لحد ما تفتحه. الحتة دي كان فيها سبايكس زمان، بس تقريبا في صخرة وقعت على السبايكس فبقى ممكن تنزل. الحتة دي على فكرة فيها برضو ميسيلانيوس، واحد من السيكريت ويبنز أو الهيدن ويبنز، بس الفلامينجو تقريبا، بس متقدرش تاخده دلوقتي لأن أنت لازم تكسر الحيطة وأنت معكش السيف اللي بيكسر الحيطة. المفروض إنك توصله في مرحلة متقدمة من اللعبة. الكاميرا هي لوحدها بتلف كده، هي في الحتة دي الكاميرا بتقرر ان هي تلف، فانت لازم ايه تحود عشان تنط لقدام، لازم تحود الناحية دي تحدف لها شمال.
ده المكان اللي كان معمول عشان الأرحبول. المرة دي في معمعة يعني، المفروض كده بقى ايه، المفروض حاجة يعني. أبص بقى، ولطيف الموضوع ان الميكانيزمات برضه لسه فيها حاجات شغاله لحد دلوقتي، رغم ان الفورتريس بقت اطلال في البريزنت، بس في حاجات شغاله. من ضمن الحاجات اللطيفه برضه ان البرنس تقريبا ما بيتحركش لما يكون في الحتة اللي انت مش شايفها، في البلايند سبوت بتاعة الكاميرا ورا العمود. حاولت انط واطلع بفوق ما بيطلعش، هو بينطش بس غير وانت شايفه. اللعبة دي بتفكرني جدا بدارك سولز، رغم ان انا ملعبتش دارك سولز بس اكيد عارفها يعني. رغم ان هي لينير مش اوبن وورلد. ورغم ان العالم مختلف، بس موضوع البوسز والمونسترز ده والصعوبة،